الحكومة اليمينية الوسطية في البرتغال بقيادة رئيسها بيدرو باسوش كويلو تمر بلحظات حرجة بعد 11 يوما فقط من تشكيلها. البرلمان يستعد للتصويت على قانون يحجب عنها الثقة مما قد يسقطها. رئيس الحكومة سارع إلى تحذير الرأي العام بالقول إن عودة اليسار إلى الحكم ستكون كارثة على البلاد. لا يمكنني التجاهل بأن بداية هذه الدورة البرلمانية تتميز باتخاذ قرارات تحدث القطيعة مع ما هو متعارف عليه برلمانيا خلال 40 عاما من الديمقراطية. وكمواطن لا أخفيكم مخاوفي من الوعود بقواعد جديدة تعرضها بعض الأحزاب خلال هذه الدورة. رد فعل رئيس الحكومة اليمين الوسط يأتي إثر تحالف اليسار من أقصاه إلى أقصاه لأول مرة منذ 40 عاما من أجل التخلص من حكومته. الناطقة باسم الكتلة اليسارية في البرلمان قالت: أيها السيد رئيس الوزراء، اليوم يجري بيننا نقاش شديد الغرابة لأننا نناقش برنامج حكومة يسير نحو نهايته قبل بدايته، وقد تم الإعلان عن رفضه، وأنتم السيد رئيس الوزراء سوف لن تبقوا رئيسا للوزراء عن قريب. السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومات اليمينية في البرتغال منذ أعوام كانت مكلفة اجتماعيا وأدت إلى تآكل شعبيتها بعد تعرضها إلى انتقادات شديدة، وهو ما تدفع ثمنه حكومة باسوش.